السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله وصفة النهاردة بنحاول كده إن شاء الله تكون خفيفة كده وتعجبكم. إن شاء الله هنعمل البط المدخن اللي هو سموك دك. تيجي مع بعض نشوف الطريقة. إن شاء الله 4 صدور هم بط مخليين من العظم، هنشيل منهم الجلد بس بطريقة كده خفيفة وبسيطة وسهلة، ومش هنحاول نسهل اللي عايز يعملها برضو واللي عايز يجربها. هي أحسن حاجة إن شاء الله، خفيفة برضو وما فيهاش أي مشكلة. ومعروف عن الحاجات المدخنة دي بتبقى محروقة واللون مقرمش والشكل غير عاطفي، فأنا بنحاول بقدر الإمكان إن شاء الله الشكل بتاعها يكون جميل جدا وتدينا نفس النتيجة وأحسن كمان بأمر الله. وهنشوفها نتابعها واحدة واحدة كده مع بعض. كده بنخلي 4 صدور كده مع بعض همت، من شلنا منهم الجلد أصلا وشيل منهم العظم أهمت قدام من حضراتكم. تمام، الـ4 همت هنعملهم محلول ناقع، هنحط فلفل أسود وشوية حبهان في مية وشوية سكر وشوية ملح، ونجيب برتقانة نصبعها ونعصرها بالقشر بتاعها، ونحط حبهان وجزر برضو مقطعة معاها. تمام، ورق لورا والبصل، وهنحط برضو الحاجة الطماطم على 4 كده معاها، وشوية روزماري فريش وتوم. تمام، ورق لورا هيت، وحاجة بسيطة كده خالص، وبنقلبها ببعضها كلها وبنحط البط فيها. تمام، وبنجيب البط الـ4 صدور ونحطهم فيها، ونجيب شوية ليمونة نقطعها على 4 ونعصرها، وشوية كرفس وشوية خل، بنسيبهم في المحلول ساعتين بالظبط قبل الشغل، وبنطلعهم في مصفى يصفوا. تمام، الـ4 كده، وبنشفهم كويس. وبنجيب بسيمة تانية فيها شوية دبس رمان، وهنحط ان شاء الله بالطريقه دي عسل، شويه عسل اسود مع الدبس الرمان، وهنقلبهم كل البط مع في دبس الرمان والعسل كده مع بعض. وانا مولع الفحم ومجهزه في على الشواية على طول. الفحم ده موجود فحم فاكهه، وبيبقى اصلا بيتشوية في جنب، والفحم ده ولع في جنب تاني خالص في فتحة صغيرة، بتعتبر البط بيستوي على الصهد الحرارة بس. وده الـ4 همت، والشواية عندها هيت، وجهز الفحم، وهسيبها بالظبط تقريبا 1.5 ساعة على الجنب ده و1.5 ساعة على الجنب التاني، وهنشوفها مع بعض كده في اول واحدة واحدة كده. احنا حطيناهم همت وهنسيبهم 1.5 ساعة ونرجع لحضراتكم نبص عليهم تاني. ادي فات 1.5 ساعة اهوت، وفتحنا الشواية اهو. تمام، وبنقلب اهيت، بنقلبها، خدت الوش اهيت من تحت واستوت 1.5 تسوية. واهم مرحلة من مراحل التدخين ان في 1.5 التسوية بالظبط لازم نقوم بعملية التدخين دي، ضروري جدا. تمام، وبنغطي تاني اهيت، وهنرجع بعد 1.5 ساعة تاني، يبقى كده 3 ساعات بالظبط اهوت. تمام، قدام حضراتكم التسوية تمام زي الفل، واللون كويس جدا جدا جدا، ومش محروق ولا الطرق التقليدية التانية بتاعت التدخين. وتمام كده، وهنعرضه على حضراتكم اداة الشكل النهائية. وبكده اداة الشكل قدام حضراتكم اهوت، وصفة النهاردة اللي هي السموك دك او البط المدخن. وكده دخلنا قدام حضراتكم وعملنا الخطوات كلها قدام حضراتكم. اتمنى من كل قلبي ان تكون نالت اعجاب حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وفي حضراتكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.